بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Today إن شاء الله in this lesson we will learn a new letter letter ها with the vowel فتحة the first vowel in Arabic فتحة meaning opening the mouth when you're pronouncing the letter. First let's practice the previous letters. ا أه ب ت ث ج ح خ د ذ ر

o ma read. let's read ha, ma sha ha ma, sha. Ja. جاهد جاهد دا و ها دا فا خا غا فا خا غا طا ها را طا ها را و ضا حا و ض ح و ه ظا و ه ظا ك م ن ك م ن ز ه ق ز ه ق س ه ل س ه ل

ا ب ت ف ج ح خ د ذ را ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك لا ما ن و ه

ها جزاكم الله خيرا